رسالة توجهها لأخوياك، وش الرسالة؟ رسالة أوجهها لأخوياي، خلوكم كما كنتم واتجهوا، وحنا إلى الآن خلوكم كما كنتم، تجمعوا في جلسة واحدة، تقاطعوا بالأصوات، لا تعطوا كل واحد حقه في الجلسة. لا مو بقصة كذا، قلوبنا على بعض. نقلوبكم على بعض؟ نعم. بتكمل؟ نعم، ما في أي كراهية، وبيظلها وجيههم خوتهم على بعض. وش الخوة اللي في خمس أيام طلعت؟ والله شوف عينك. يعني أخوياك يعني والله يا جماعة، مو منطق في خمسة. يعني في النهاية السنوات تحكم، المواقف تحكم، انتم ما صار موقف واحد الأيام، مو بقصة موقف، ما صار موقف واحد، الخوة ميب على الأيام، الخوة ميب على الأيام، على على موقف، على أيام، على هي شعارات، هي تتردد في كل البرامج شعارات، احتمال عرفت. فما في أحد بعد البرامج، كل اللي راحت وأنا مسؤول عن كلامي. أيوة. كل البرامج لما يعني من يقف، من يطلعون من هنا، أول شيء يسوونه يحذفون جروب الواتساب ويتجمعون، يعني أفضل جماهيرية أربعة خمسة يروحون. قد صارت معك هذا الشيء؟ أعرف أنا هذا الشيء. قد صار معك؟ أنا أعرف هذا الشيء. خلاص إذا تعرفه لا تحسب الناس نفس أي شخص. أتوقع أنكم تختلفون عن غيركم؟ إن شاء الله بإذن الله ما تنمعين. ليش أخوياك ضحكوا قبل شوي؟ كلامك ما عجبهم؟ عادي يبتسمون يضحكون، ليه تردهم من الضحك بعد؟ لا أنت كلامك ما عجبهم؟ أنا قلت وش هالخوة اللي جت في خمس أيام وضحكوا؟ عادي. كلام تتوقع عن كلامك عجبهم؟ يمكن كلامي أضحكهم عادي. أمر بسيط. وش رايك لما تقول كلام اخوياك يضحكون؟ تشوف في احترام لكلامك؟ عادي يضحكون ينبسطون. ما في احترام؟ بسيطة. في احترام او ما في احترام؟ انت الحين تسولف صح؟ بعدين بلتفت عليك وضحك. وش بتقول؟ يعني شوف الضحك اللي قبل شوي يمكن منك مو مني. من مين؟ مو علي. يمكن الضحك اللي ضحكه قبل شوي يمكن على ردك. فهمتني؟ تعزيزهم حلو. مو بقصة تعزيز. اتمنى ان التعزيز يستمر. تعزيز مثل تعزيز تعزيز إيه صح صح والتصفيق لين بكرة يخلص الفقرة كلها تصفيق. هم عززنا بعض محمد طالعي. شلون يعني؟ يعني تحتاج إن أحد يعزز لك؟ في البداية قلت أنا بيميني، فالآن تقول لو ما عززنا البعض ما إحنا بطالعي. تحتاج مو بقصة تحتاج. حدد يعني في بعض السوالف، في بعض الكلام، يعني إيش أحد يشاركني هذه يمكن خلاص سالفتك، يمكن سالفة اللي لي مشابهة للسالفة اللي أنا بقول اللي هو بيقول. هذه التعزيز. المنهج اللي ذكرته واحد ان السالفه اللي حفظتوها كلكم تحفظونها مع بعض. الله واحد يقول الصبح واحد يقول الليل. وشو المنهج ذكرته واحد انه كلكم حافظين نفس القصه نفس السالفه؟ في موقف يقارب للسالفه. طب عادي يقول الصبح وواحد يقول الليل، يعني في ناس تتابع الصبح في ناس تتابع الليل. احنا في فتره تصفيات. انا بكلم الفريق الاعدادي يغيروا العنوان. عنوان وشو؟ العنوان حق السالفه. انت تقول فتره الصباح، احنا في فتره تصفيات كل يدي اللي عنده سواء اليوم سواء الصباح يبدا من الساعة 12 لين الساعة 2 هذا صباح. ايه ما ادري والله على حسب. على حسب. نعم. طب رسالة توجهها لاخوياك؟ رسالة اوجهها لاخوياي مقاربة، يعني رسالة اقولها لهم. رسالة اللي في خاطرك اليوم. نفس ما قالوا والازعاج والله اني اشوفها انا. يعني في فترة اللي يحم عن 6 ساعات لازم نستغل فرصتنا بشلات وبشعر وسوالف، فاودنا يا الربع نحن نجتمع، لقد فيه سالفة نجتمع عليها، لقد فيه إنشاد نروح نجتمع عند الإنشاد. والشعر إيش؟ وهم ورايهم وبصرهم، أنا مالي بقول ما يدهم. يعني يصيرون خمسة بس يمسكون الجلسات، وكل شوي تروحون لهم ما تعرفون تسوون جلسة إنشاد جلسة شعر. أودني يعني في جلسة واحدة ونتعارف. كلكم في جلسة واحدة. ونشوف بعض ونتعارف. ما تشوفون بعض أنتم؟ لا حم مع يعني بعض. يعني بعد البرنامج ما تشوفون بعض؟ لا نفس ذا اليوم معنا وليد حم مع بعض، كل بونا متجمعين، يمكن ما بلا 2 3 اللي جالسين لحالهم. فاضل رسالتك الأخيرة للزملاك.